إحياء لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تجديد التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وإدماج هذه الشريحة في المجتمع كونها جزء لا يتجزأ منه. تعديل الدستور الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الهمم اجتماعيا واقتصاديا بصفة فعالة وانخراطهم في بناء الصرح المؤسساتي. أبدعت هذه الفئة من المواطنين والمواطنات في شتى ميادين الحياة الثقافية الاقتصادية الرياضية على مستوى العالم. رغم الجهود الرامية لتحسين وضع فئة ذوي الهمم، إلا أن البعض منها لا يزال يعاني مشاكل يومية، خاصة في ظل الأزمة الصحية الراهنة. درت سام بروجي مع لونجام، أعطوني خرجت الماتيريال تاعي ومن بعد حليت وبديت نخدم. يعني سنة ما لقيت صعوبات باسكو كملت قرايتي، ديفا كنروح نخدم ولا يعني يحقروا بالعين ويقول لك لا لا، شغل يقول لك انت يعني ما تقدريش، انت انا دوك الناس يقول لي انت ما تقدريش، حبيت نبينهم لي انا نقدر. انا الدار ما نخرجش، ما نقدرش نتنقل، ما نقدر نروح حتى البلاصه، ما الدار لو كان ما يكونش معايا واحد اللي يديني ويجيبني ما نروحش. المشكل تاعنا حنا كاع في النقل في الترونسبور، ما كاش بالشريط هكذا ما كاش اللي يقدر يردك. بالنسبه لي انا ديت موطو، كاين الناس مازال بزاف الناس بزاف اللي ما داتش. جهود الجزائر في ترقية الأوضاع المعيشية لهذه الفئة تتقاطع مع المساعي الأممية في شد يد هذه الوجوه للاستمرار في مسيرة الإبداع. الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال ترقية حقوق الأشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي واحدة من بين 63 بلدا أمضى على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمصادق عليها في 2009، كما طرحت الجزائر تقرير المتابعة في 2019، ودستور الجديد يهتم في مادته 72 بدور الدولة في ضمان حقوق هذه الفئة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. تكريم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجب أن ينحصر في يومهم العالمي فقط، بل الكل ملزم بمساندتهم يومياً، فهم ضمن معادلة الإنتاج والتشييد للجزائر الجديدة.